معظم يقول أنا لا أستثمر في علاقة مصلحة، هو صديقي أعطيه ما لدي ويعطيني ما لدي، ليس بالضرورة أن تكون على نفس المستويات، قد يكون ليس لديه شيء مثلا يعطيني إياه دكتور. لا هو ما بيعطيك شيء مادي، يمنحك إياه وإن كان عاطفي، هو يعطيك شيء عاطفي. أنت لا تطمح إلى علاقة مادية فلوس، لا أطمح إلى مال. هل المصلحة فقط تكون هي مصلحة في العلاقات عواطف. المادية؟ نعم، يعني الآن أنا أعطي ابني مثلاً حنان وهو يعطيني احترام، صحيح، هذا الاحترام يرفع من قيمتي أمام نفسي. أنا لما أعطي حنان أشعر بالأمان، نعم، في حياته. الآن هذا استثمار في العلاقات. الآن بيحكي لك أنا قدمت له، ويا ما قدمت له. طب إيش قدمت له؟ بقدرش جاوبه. هنا السؤال الاندفاع في العلاقة. هو قدم مشاعر، لا هو ما بيقدر يعبر عن هذه المشاعر، إن أنا قدمت استثمرت في مشاعري اتجاهه. فهو مش شرط نقدم المال، التقديم لا يكون يعني بين الأصدقاء وبين الأحباب، ما بيكون هو مشاعر، إن أنا حبيته وأخلصت له وأنا فعلا كنت صادق معه وحاولت أوقف معه وحاولت أحل مشكلته، لكن ما قدرت أعمل له إشي أو لم أجد منه تقديرا مثلا. بالضبط، هو الآن أنا قدمت له وأنتظر منه أن يقدر اللي أنا قدمته. كثير من الناس قد يبدأ في علاقته مع الآخرين إني أنا قدمت له هو ما شكرني، هو ما بده فلوس، بس قل كلمة شكرا، ما بدي منك تعطيني فلوس، بس قل لي احكي لي كلمة شكرا. شكرا إيش معنى كلمة شكرا؟ كلمة شكرا إنك أنت كنت طيب في أخلاقك معي، كنت إنسان ودود إلي، كنت إنسان تحترم مشاعري. ويأتي أحد ويقول لك اعمل خير مع الله، أنت لا تنتظر شيء من الآخرين. هو الله سبحانه وتعالى من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أوصل لنا رسالة بأنه تهادوا تحبوا مثلا، صحيح، تهادوا تهادوا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردتم تحابوا، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فافشوا السلام بينكم. لاحظي السلام، السلام عليكم بس هيك، فافشوا السلام بينكم. تهادوا تحابوا، الهدية عبارة عن استثمار في العلاقات، صحيح. أحيانا تكون هدية ما إلها قيمة، لكنها تعطي بأن تعبر عن مشاعر إيجابية من هذا الشخص لهذا الشخص، هي عبارة عن تعبير واستثمار في المشاعر. إحنا الآن ما بنيجي نحكي إنه يعني خلينا أعطيك وين بيكون أحياناً الاستثمار في المشاعر. مثلاً على سبيل المثال أنا ضميري بأن ابني بيحاسبني على عمل أسأت فيه أو شيء جهلت فيه، صحيح، ضميري بيحاسبني، بيجي صديقي بيقول لي أنت عملت هيك، وبيبرر لي، انتبه، بيبرر لي ليش أنا ضميري بيحاسبني، أنه أنا ما له حق ضميري يحاسبني على الخطأ اللي أنا قمت فيه. فأنا برتاح لهذا الإنسان وبقول له أنت فاهم مشاعري وأنت أكثر إنسان فاهمني. ولاحظ شغلة، حتى بعض الناس نفسي ألاقي حد يفهمني. إيش يفهمني؟ يفهم مشاعري، يفهم الأعمال اللي أنا قمت فيها. هذا صديقي لما يجي يبرر لي الأخطأ اللي أنا قمت فيه ويقلل تأنيب الضمير عندي، يصبح علاقة مودة ما بيني وبينه. الآن هذه العلاقات، هذه العلاقات يكون فيها استثمار، إنه هو برر لي المشاعر، أهداني، رفع قيمتي أمام نفسي، وأثبت لي إني أنا إنسان أستحق الاحترام بأنه قدم لي هدية فلان أو طرح علي أو سأل عني أو قال لي صباح الخير، مسج، أحيانا مش اتصال، مسج بس هي